السلام عليكم. ضربات صاروخية مباغتة قامت بها إسرائيل فجر هذا اليوم ضد الفصائل الموالية لإيران، وهذه الضربة والضربات صارت في الداخل السوري مرة ثانية. الكثير من الهجمات الآن في الداخل السوري من قبل إسرائيل، وطبعا هذه الضربة تحديدا وتفاصيلها هي صارت من سلاح الجو الإسرائيلي من شمال إسرائيل تقريبا هنا بمحاذاة الجولان. هذه هي باللون الأزرق الجولان، وطبعا باللون الأحمر هي مناطق سيطرة النظام السوري، نظام بشار الأسد وكذلك الميليشيات الموالية لإيران. وبالنسبة لسلاح الجو الإسرائيلي اللي سواه البارحة، هم قاموا بإطلاق هذه الصواريخ من دون اختراق الأراضي السورية مباشرة إلى هذه النقطة. هذه النقطة هي تمثل مدينة اسمها مدينة زاكية في سوريا، وهي جنوب غرب العاصمة السورية دمشق، على بعد تقريبا 20 كيلومتر من آخر نقطة من العاصمة السورية دمشق بكل تأكيد. وكذلك أن هذه المدينة هي تبعد أيضا 39 كيلومترا إلى الجولان بهذا الاتجاه، هي تفصل دمشق وتفصل كذلك الجولان بهذه النقطة. الآن الهدف الأساسي بالنسبة للإسرائيليين اللي سووه أن هم استهدفوا بشكل أساسي ورئيسي المستودعات التابعة لحزب الله اللبناني وكذلك الفصائل الموالية لإيران بشكل أساسي. وطبعا هذه المستودعات هي موجودة بها صواريخ وكذلك مادة الأمونيوم وكذلك أيضا ذخيرة هي تابعة إلى حزب الله اللبناني. فبالدرجة الأساس هو الاستهداف لهذه المستودعات، وليس واضحا حتى هذه اللحظة ما إذا كان هنالك قتلى بين هؤلاء اللي هم من حزب الله اللبناني أو حتى من الجيش العربي السوري أو أي أحد ثاني، لأن هذه المنطقة هي منطقة مغلقة وسنشاهد ذلك بكل تأكيد. الآن بالنسبة لهذا الأمر المثير بما حدث، رغم هذه الصواريخ الكثيرة التي استخدمت من 10 إلى 15 صاروخ، نحن نتحدث بحسب الانفجارات التي سمعت وشهدت فجر هذا اليوم، إلا أن الدفاعات لم تكن حاضرة من الجيش العربي السوري ولا حتى الدفاعات اللي هي للميليشيات الموالية لإيران التي شهدناها في القنيطرة في الهجوم الأخير، وتحديدا بالجيش العربي السوري الحديث هنا أنه لم تكن موجودة نهائيا. هذا يوضح أمرين: أما أنه فعلا فشلت هذه الدفاعات الجوية بأي شكل من الأشكال لهذا التصدي، أو أنه إحنا فعلا أمام تطبيق لطبيعة الاتفاق اللي صار بين نفتالي بنت وفلاديمير بوتين، أنه الدفاعات السورية تتوقف عندما يتم استهداف هذه الفصائل الموالية لإيران. دعونا الآن ندخل إلى مدينة زاكية حتى نشوف بالضبط شنو اللي يستهدف، وين هذه المستودعات بالضبط. الآن هذه هي المدينة التي نتحدث عنها، هؤلاء هنا طبعا الناس وسكان بلدة زاكية بهذا الاتجاه. النقطة اللي انضربت هي هذه النقطة التي تبعد تقريبا كيلومترين عن مدينة زاكية، هذه هي النقطة التي نتحدث عنها اللي بها المستودعات، وهذه أصلا تأتي من ضمن منطقة مهمة جدا عسكرية. هذه المنطقة اللي نتحدث عنها اللي هي تابعة لها هذه النقطة التي استهدفت اللي بها المستودعات. دعونا نذهب إلى هذه النقطة أولا لكي نعرف هذه المنطقة هي شنو، منو بها بالأساس، وهل هنالك مدنيين. الآن الواضح تماما من هذه الصورة بأنه ليس هنالك مدنيين، هذه منطقة ليس للمدنيين، هذه منطقة عسكرية بحتة، وهي طبعا منطقة ضمن الكتيبة الهندسية التابعة إلى الفرقة السابعة للجيش العربي السوري. هذه المنطقة طبعا إذا نريد نتأكد من عدها إذا هي عسكرية أو لا، سنلاحظ بأن هنالك مدرعات عسكرية بهذا الاتجاه وكذلك مدرعات عسكرية بهذا الاتجاه. دعونا نأخذ هذه النقطة ثم ننتقل إلى هذه النقطة لكي نتأكد من طبيعة هذه المدرعات العسكرية. سنلاحظ تماما بأنه فعلا هنا المدرعات العسكرية بهذا الاتجاه موجودة أيضا، وهذه أيضا مدرعات عسكرية أخرى. فلذلك نحن نتحدث عن مكان عسكري تابع إلى الجيش العربي السوري. الآن دعونا نتعرف أكثر على المكان اللي انضرب بشكل أكبر بشكل تفصيلي أكثر. هذا المكان الذي نتحدث عنه هنا هذا بهذا الاتجاه، طبعا هم عازلين، لو تلاحظون المنطقة التي ضربت هي معزولة تماما، عازلها على بعد ما يقارب نص كيلومتر أو أكثر تقريبا، عازليها لهذه المستودعات بهذا الاتجاه. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أكد بصريح العبارة بأن هذه المستودعات، على الرغم هذا المكان هو للفرقة السابعة بحسب كل الأنباء، إلا أن هذه المستودعات هي تابعة إلى الفرقة الرابعة المدرعة التي يقودها ماهر الأسد واللي هو شقيق الرئيس السوري بشار الأسد. رغم أنه تابعة لهم، لكن حزب الله اللبناني والفصائل الموالية لإيران هم يستخدمون هذه المستودعات. دعونا نقترب من هذه المستودعات التي تم استهدافها بشكل واضح جدا فجر هذا اليوم. هسه الأكيد
من اللي ضرب بهذه المستودعات هي هاتين أو هذين المستودعين عفوا هي اللي انضربت بشكل واضح طبعا وضربت وسوت مع تم تسويتها طبعا مع الأرض، ولكن المستودعات الأخرى تظل علامات الاستفهام كم منها دمرت. الصواريخ كانت كثيرة، تحدثنا من 10 إلى 15 صاروخ، فالواضح وعلينا أن لا نستغرب إذا ما الأقمار الصناعية قريبا وضحت لنا بأن هذه المنطقة مسحت بالكامل بسبب عملية التخزين اللي موجودة بها. كل هذه الأمور غير متأكدين منها بسبب أن هذه منطقة عسكرية كما تحدثنا هي معزولة، لن نعرف الكثير من التفاصيل، هي ليست منطقة مدنية أو قريبة من المناطق المدنية حتى نعرف هذه التفاصيل. دعونا الآن نلاحظ طبيعة الانفجارات مالتها. هنالك ملاحظة على طبيعة الهجوم اللي صار البارحة، هنالك ملاحظة توضح بأن القصة لم تكن ناجحة 100% بالنسبة للإسرائيليين. يعني هذه هي الانفجارات التي تلاحظونها هي التي حدثت فجر هذا اليوم، لا توضح أبدا بأن هذه الهناجر اللي انضربت كان بها أي صواريخ أو مادة الأمونيوم أو الذخيرة، لأنه لو كان هذا موجودا فعلا لارتفعت أعمدة الدخان بشكل كبير جدا. أما هذه الانفجارات هي واضح لارتطام الصواريخ بهذه الهناجر وليس هنالك أي شيء يأتي منها، فواضح أن هذه الهناجر كانت أصلا فارغة، لم تكن فيها أي صواريخ أو غيرها، وبالتالي هنالك إعادة انتشار ناجحة من حزب الله اللبناني أو حتى من الفرقة الرابعة المدرعة التي اتخذت هذه الإجراءات لتتخلص من طبيعة الانفجار اللي هو ممكن بكل تأكيد أن يصير لهم. الآن بالنسبة للإسرائيليين اللي صار لهم الآن بعد هذه الضربات اللي لاحظناها، أنه بعد اللقاء بين بنت وفلاديمير بوتين صار هجوم على القنيطرة وصار هجوم على دمشق وصار هجوم الآن على زاكية، وممكن احنا راح نشوف هجمات أكثر، لكن بعد الهجوم اللي صار فجر هذا اليوم مباشرة الإسرائيليين رفعوا هذا المنطاد اللي هو اسمه Sky Defense System Blimp. Blimp معناتها المنطاد. هذا المنطاد هو تابع طبعا للقوات الأمريكية، لكن الإسرائيليين الآن قرروا أن يطيرون هذا المنطاد في الشمال الإسرائيلي، قد تكون في هذه النقطة أو في هذه المناطق، وذلك من أجل رصد أي طبيعة هجمات. ممكن هم حاطين في حساباتهم ممكن حزب الله أن يرد عليهم ويضربهم من الجنوب اللبناني أو حتى من الأراضي السورية، من أجل على الأقل ردع الإسرائيليين من طبيعة الهجمات اللي يسووها بهذا الشكل المستمر. وهذا المنطاد لديه قابلية على الصعود وعلى الارتفاع في السماء على مسافة 10,000 قدم، يعني عندنا نحكي على 3,000 متر، معناها دا نحكي على مسافة 3 كيلومتر مرتفعة في الأجواء. وهذا هو المنطاد، لمن يود معرفة ورؤية هذا المنطاد الآن الإسرائيليين اللي راح يطيروه في هذه الفترة القادمة حتى نعرف تفاصيل هذا المنطاد وما ممكن أن يقوم به هذا المنطاد من طبيعة الرصد اللي هم يهدفون إلها. هذا المنطاد طبعا دعونا نشاهد الآن تفاصيله، هو يستطيع طبعا أن يرتفع لمدة شهر كامل بهذا الشكل 24 ساعة، يرصد كل ما يتحرك على الأرض، يعني على سبيل المثال يرصد الدبابات، يرصد الصواريخ الكروز، يرصد الطائرات المسيرة بهذا الشكل، وكذلك القوارب في المياه. لديه المقدرة على معرفة الكثير من التفاصيل على مسافة 550 كيلومتر، كذلك الصواريخ اللي ممكن أن تستهدف أهداف خاصة بهم. يعني لو أخذنا هذا القارب على سبيل المثال أو هذه السفينة، هي تقدر تضبط الصاروخ لما يوصل لها قبل ثواني، ولكن هذا المنطاد يقدر يضبط الصاروخ من أول ما ينطلق على الهدف، بالتالي لحق ينطي إشارة عن إحداثيات الصاروخ وإلى المكان المستهدف مثل هذه الباخرة الحربية بهذا الشكل، وبالتالي تستهدف بكل نجاح. فبالتالي هذا فعلا المنطاد ممكن أن يحقق الكثير من النجاحات بالنسبة لهم ويحميهم على مستوى عالي جدا. لكن في الجهة الأخرى الإيرانيين أيضا مستمرين بعمليات الاختراق إلى الداخل الإسرائيلي والعمليات السبرانية منذ أن تمت عملية إيقاف محطات الوقود في الداخل الإيراني. عصا موسى هذه المجموعة للهاكرز التي قامت بمهاجمة مؤسسة الدفاع الإسرائيلية مؤخرا، وكذلك وزير الدفاع الإسرائيلي، ونشرت الكثير من التفاصيل يوم أمس، هاجمت هذه الثلاث شركات اللي هي شركات للهندسة الإسرائيلية ونشروا كل تفاصيلهم. تلاحظ هنا المخططات، العقود الخاصة بهذه الشركات، كذلك هويات وملفات كثيرة جدا متعلقة بهذه الشركات، قد لا تكون مؤثرة ولكن واضح هم يريدون يزعجون الإسرائيليين ويثيرون الصخب الإسرائيلي بشكل عالي جدا حول طبيعة الدفاعات من هذه الهجمات السبرانية اللي هم أصلا ضعيفين بها الإسرائيليين حتى هذه اللحظة. ولكن أيضا هذه القصة كلها ترتبط بالقضية النووية، راح تنحل القضية النووية وتنحل هذه المشاكل أم لا؟ الواضح حتى هذه اللحظة وبآخر أبديت وتحديث، رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال بأن طبيعة مراقبتنا للبرنامج النووي الآن
هي مثل الطيران في سحب كثيرة، في سحب كثيفة، إنه أنت تطير وما تشوف وين قاعد تطير، وبالتالي الموقف صعب للغاية بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والأمور معقدة للغاية، وهنالك تطورات مستمرة في الشرق الأوسط تبدو بأن الأمور تسير بشكل عكسي بهذا حول هذا الأمر بكل تأكيد. إذن